prayers and show your blessing upon this blessed Israel. Through it, may your creation serve your destiny. And may it receive the power of your divine grace. May the homes of the faithful be blessed and be protected by the sprinkling of this water. May evil and harm be scattered, guilt be washed away, the spirits of malice and darkness be cast out, and the peace that we invoke in your holy name come and reign among us. We will glorify you, O Christ, your Father and your Holy Spirit, now and forever. أيها النقي والمنقي الكلي نقاوته الذي ولد لتنقي من أجل تنقيتنا، أيها القدوس الكلي قداسته الذي شاء أن يتقدس في آلامنا ليقدسنا، أيها الخفي الكلي سموه الذي ظهر في نهر الأردن من أجل إنقاذنا، وأنارنا بنور لاهوته ولذذنا بضياء أذوبته، لذذنا الآن يا رب عرف غفران آثامنا اللذيذ وطهر خطايانا تطهيرا كاملا، وأبهج أنفسنا بتقديسك الدام حتى إذا سرت أرواحنا نقدم لك البخور النقي في عيد خلاصنا، وندحي لك عطرا زكيا في محفل أفراحنا، ونؤدي لك المجد والتعظيم من أجل نعمك علينا لنا وكل آن وإلى الأبد. اللهم الذي رتبت جميع الأسرار العظيمة في جوهر الماء من أجل خلاص الجنس البشري، كن مصغيا للشفقة إلى طلباتنا وتحل قوة بركتك في هذا العنصر المتنوع كثرة طهارته، لكي تختم خليقتك أسرارك وتنال قوة النعمة الإلهية على طرد الشياطين والأوجاع، وكل شيء في بيوت المؤمنين وأماكنهم يرش عليه من هذا الماء ينجو من الدنس ويخلص من الأضرار، ولا يصير هنالك مسكن للأرواح المضلة، وتطرد عنه جميع مكارم العدو الخفية، ويطرد برش هذا الماء كل خيال الليل ويطلب راحة السكينين، لكي ما تكون فيه السلامة المطلوبة في دعوات اسمك القدوس بواسطة ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي يحيا ويملك معك باتحاد الروح القدس الآن وكل أوان وإلى أبد الآمين. آمين. هلأ نزول الفحبات المي من علامة حلول الثالوث الأقدس في نهر الأردن، وكالي حل الروح القدس على يسوع ونسمع صوت الآب السماوي. بشمئ دابون الدخون باسم الآب تتطهر، بشمئ دبرون الحسون باسم الابن تتنقى، بشمئ دروحون البركون باسم الروح القدس تتبارى روس عجائب النفوخ ودى في حالين بيوم تلك Yeah.
معرفتك ونحن خلاصك يا رب. استمع صلاتنا وصلاه اليك يا اخي. السلام لجميعكم وروحك. استجب لنا ايها الرب الاله القدوس السلمدي القادر على كل شيء، وبعث من السماء ملاكك القديس ليصون ويحفظ ويحمي ويفتقد ويعبد سكان هذا المسكن وهذه الرعية بيسوع المسيح ربنا، له المجد علينا رحمته الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. سوى التركيب الظهور الكريم وقالوا لك خالق اليوم وينقصوا والطيب وطول